يا حلو هالبيبي يا حلو، هذا البيبي طلع حلو لمين؟ ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظه. بالله مو من جدك يوم زيزو، تركت يا اولادك يروحوا مع زوجك وحرمته الجديده على فرنسا. والله مو من جدك، كان قمتي ورحتي معاهم، كيف تخليهم يروحوا مع الغريبه؟ انت ضامنتها؟ روحي معاهم ابوهم، عشان كذا انا مو خايف عليهم. ابوهم فيه يعني خلاص، قلت يلا خليهم يغيروا جو، هم مره مصرين ومن زمان يبغوا يروحوا، خصوصا زيزو من زمان تبغى تروح فرنسا، تقول صحباتها دائما يتكلموا ويقولوا فرنسا فرنسا فرنسا، وهي نفسها تبغى تروح. وخلاص ما خليت بخاطرهم، قلت لهم يلا خلاص روحوا، رغم انه والله الشيء مره مقطع لي قلبي وقت النوم، بس افكر فيهم هذول كيف عايشين وش قاعدين يسووا. والله انك هبله يا ام زيزو، كيف تتركين مع الحرمة الغريبة؟ والله بتاخذ أولادك منهم، دحين راح يحبوه وتدلعهم، تعطيهم كل شيء هم يبغوه، أي شيء محرومين من عندك راح يحصلوه عندها، هناك في أبوهم وفي حرمة بتدلعهم، هذا هم اللي يبغوه المراهقين دحين، يبغوا هذا الشيء بس، والله إنهم يسحبوا عليك ولا يدوروا عليك. معقولة؟ أحس إنه ما يسووها، مستحيل أولادي إنهم يتعلقوا بأحد غيري، هم مرة متعلقين بي، مستحيل يتعلقوا بمرة أبوهم هذه، خصوصا إنها ما هي طيبة، هذا كلام زيزو، مرة بتقول ما هي طيبة وما حبتها واستغلالية مرة، فمستحيل. إنتي ضيفة عزيزة وغالية علينا، لا تتدخلي في الشيء اللي ما يعنيكي، لا تفرقي بينها وبين زوجها وبين عيالها، لا تتكلمي إلا بالشيء اللي إنتي تعرفيه. الشيء اللي ما تعرفيه يا بنتي لا تتكلمي فيه وتسببي مشاكل بين الناس. لا يا خالتي مو قصدي شيء، بس هذا اللي صار مع اختي بعد ما زوجها تزوج، والله عيالها كلهم تركوها وراحوا عند الحرم الجديدة وتركوا امهم لحالها. يا ربي انا قلبي كان حاسس انهم رح يسووا فيي هذا الشيء، بس يا رب ما تقدر تاخذهم مني، تعبت فيهم وكبرتهم بعدين هي تبغى تاخذهم كده. ان شاء الله يا رب ما تقدر تاخذهم، الله لا يوفقها يا رب، الله لا يوفقها اذا كانت راح تسوي هذا الشيء في اولادي. دحين انت عاجبك كده؟ اهو خلت الحرمه تقعد تبكي وتفكر في افكار ما لها لازمه، دحين كده انت عاجبك تخربي بيتها، انا دحين انبسطت قلت يمكن البنت بترجع بيت زوجها، خلاص انت دحين جيتي خربتي كل شيء، يا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، والله من جد الاصدقاء حقين دحين اصدقاء سوء، اول كنا نحن ننصح بعضنا ونرجع بيوتنا، لكن حقين دحين على طول يقولوا افكار ما هي طيبه. والله بابونا كفو يا زيزو، هذا فندق ولا بلاش؟ مو ذاك الفندق اللي كنا جالسين فيه، كيف يقرف معفن اعوذ بالله، الحمد لله انه بابا غير لنا الفندق وجابنا في هذا الفندق. اخيرا مازن قال كلام عين العقل، اي والله هذا الفندق ولا بلاش، مره هذا الفندق انيق ونظيف وكل شيء فيه مره حلو، يلا بس انا مستعجله بأطلع بسرعه واروح اشوف المكان اللي قالوا بنروح عليه اللي فيه الاحتفال، ان شاء الله يكون حلو. انت ما تعرفي هذا المكان، تعرفي ايش هو؟ انا احس انه ملهى، هذاك المكان اللي يشربون فيه هذيك الاشياء اللي بيتفرج فيه في التلفزيون، صدقيني يا زوزو هذا هو المكان. مستحيل يا مازن، مرات بابا ما تعرف هذا الشيء، انا اعرف ريما زي الناس ما تسوي زي هذه الاشياء، احس انها ما تشرب زي هذه الاشياء وتسوي هذه الحاجات الغريبه، نروح ونشوف عاد دحين ونحكم، بس ما نحكم على الناس على طول ونقول انهم هم بيروحوا هذه الاماكن، مستحيل. نشوف عاد الأماكن هذه الأجنبية أصلا ما في مكان تمام، كل الأشياء ما هي طيبة، وأنا بعزم كمان البنت اللي أمس تعرفنا عليها نحن العائلة صديقة العيلة هذه صارت، نعزمها ونخليها تروح هي كمان هناك معانا. والله والله أنا مرة حبيت هذه البنت، خليها تجي، بس المشكلة إني ما نفهم كلامها، هي قاعدة تتكلم إنجليزي، ليش هي صح تتكلم إنجليزي ما تتكلم فرنسي؟ المفروض تتكلم فرنسي، بس غريبة والله، المفروض انهم يتكلموا فرنسي مو يتكلموا انجليزي. انت غبيه، ما سمعتيها يوم ما قالت لمرات بابا انهم هم كانوا عايشين في امريكا وجو هنا قريب، يعني امها لقيت وظيفه ويا دوبهم جو، لسه هي ما تعرفت على احد هنا، وكانت تنتظر في المطار خالها عشان كذا شافتنا في نفس المكان. هاي هاي انتوا الاثنين يلا تحركوا بسرعه، اتاخرنا من اول لازم نطلع من بدري، يلا انت وياه بسرعه قوموا، ايش هذا جالسين على السرير وقاعدين تسولفوا ونحن من اول ناطرينكم، يلا يلا قوموا انت وياه بسرعه. زيزو بالله يلا يصلحك وربي، شكلك مره زي المهرجين، طلعي هذه البكله اللي فوق راسك مره ما هي حلوه، طلعيها. ما هي حلوه؟ طيب راح افسخها، انا على بالي انها تطلع حلوه مره وحبيت اني اغير من شكلي اليوم وقلت يلا خليني البسها. اقول لك البسي هذا البنطلون بيعطيك شكل احلى. وخلاص مو مره خلاص قلت لك ايوه اخذت رايك خلاص تبي تغيري لي.
بنت اسمعي الكلام والبسي هذا، هذا شكله أحلى، هاتي نشوف وجرب. ها إيش رايك؟ مو حلو والله، مو حلو، الشرط حقي أحلى. يا ربي منك، يلا يلا يا لطيف يا ريما، إيش المكان هذا اللي جايبتنا فيه؟ إيش هذا؟ أعوذ بالله، واللبس هذا اللي ملبستني هو مرة مو عاجبني، إيش هذا يا ريما؟ أقول أنت بس خلاص لا تتكلم كثير، تعال خليني أعرفك على صديقتي. كمان تبي تعرفيني على صديقتك؟ أنت مجنونة، ما بتعرف على أحد. أقول أسكت بس لا تكتر كلامه وامشي، تعال بسرعة خليني أعرفك على صديقتي. يوه انت بس تتمر علي، ماني رايح وانا جالس هنا. هاي ريما، وحشتيني اخيرا شفتك. هاي منال، اخيرا والله مرة اشتقت لك، وانا كمان مرة وحشتيني. يلا خلينا نكمل هذه الرقصة وبعدين نروح نتكلم. يلا 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 اوكي. بابا ايش هذا المكان مرة حلو، بابا شوف حرمتك كمان قاعدة ترقص كيف قدام الرجال، شايفها شايفها، هي ما تسمع الكلام خليها، دحين بروح اطلعها من هذا المكان. يوه يا بابا من جد روح طلعها، هذه فشلة، اعوذ بالله، خلينا نطلع من هذا المكان، انا مرة ما عجبني. اقول تعرف تطلعي من هنا؟ والله العظيم لو ما طلعت من هنا والله هذا اخر شي بيني وبينك، دحين باخذ اولادي وامشي ولا اعرفك. اقول انت اسمع، انت ليش تحب النكد؟ لا تنكد علي، تعال ارقص معانا. ما برقص ولا شيء، بلا قرف، امشي تعالي هناك. يو خلاص ابو زيزو خليني انبسط. اقول امشي بسرعه قدام هناك، روح اجلسي. اوف اعوذ بالله. اوه جايب لي عصير، يعطيك العافيه، شكرا، اعطيني عصير، هذا عصير صح؟ يا بابا لا تشرب، لا تشرب يا بابا هذا الشيء، انت ما تعرف هو عصير ولا لا، هو حرام ولا حلال، ما ادري، خليني اجرب واشوف عاد. لا يا بابا لا تشربه، ما ينفع انك تشربه. لا لا اكيد جابوا لي عصير، اكيد هذه ريما اللي ارسلته يجيب لي، انا بجربه وبشوف هذا ايش بالضبط. يا بابا لا تشرب هذا، ترى ممكن مو عصير، خلينا نجرب، من انا خسرانين. ما شاء الله تبارك الله يا باسط، ضحكوني معاكم ريما، يلا خلاص بلا استهتار واستهبال. هذا صديقي في الجامعة عادي، كنا ندرس مع بعض. أقول هو عيونه هذه الوحدة لحلها، أطلع له هذه العيون الثانية. أقول يلا أمشي قدام بسرعة هنا، تجلس معايا أنا ولا لا؟ يا ربي أنا جيت هنا عشان أقابل أصدقائي، مو عشان أجلس معاكم وأنكد. لا يا حبيبتي ما تجلس هنا. أقول تبي تجلس هنا؟ خلاص والله بطلقك وخليك هنا عايشة وجالسة معاهم. لا لا خلاص خلاص، يلا يلا أمشي. أبوكم هذا نكدي ويحب النكد، بس يبي ينكد علينا، أهو هو دحين نايم، وكمان لا ما تروحين وما تروحي ما تروحي، وهو نايم لا في النهاية، هو شرب العصير اللي جابوه له هو. أي عصير؟ لا تقولي شرب من هنا شيء، والله شرب العصير، لا تقولي هذا مو عصير أتوقع، يمكن والله ما أدري، لا يكون، يا ربي أبو زيزو؟ قوم يا ابو زيزو، انت ايش شربت؟ يلا قوم قوم خلينا نروح المستشفى بسرعه، يلا قوم. ايش في دحين؟ ايش في؟ ايش في دحين بتصحيني من النوم؟ يا الله والله الاغنيه هذه حلوه، خليني ارقصها مره تجنن، وارقص هذه الاغنيه بس، يا سلام. شوف المكان اللي جبتينا فيه المصيبة، شوف ايش سوت في بابا، اقول يلا طلعينا من هذه المصيبة اللي نحن فيها اعوذ بالله، اقول بسرعة خلينا نخرج من هنا، ربي لا يسخطنا دحين ونصير حمار ولا اي شيء، نحن هنا قاعدين نغضب ربنا، يلا يلا بسرعة خلينا نطلع. هاي هاو ار يو، كيف حالك انتي؟ انتي جيتي اخيرا؟ ليش تأخرتي كذا؟ Why your dad is dancing؟ ريما هذه ايش قاعدة تقول؟ قولي لنا ايش تقول؟ ما ادري عنها، بتقول ابوكم ايش بو، اتوقع زي كذا، دحين انا برد عليها. He is drunk. And why did you let him do that? What is your name? ما عرفتيني عليك، قولي لنا ايش اسمك عشان نعرفك. Oh, I'm Kylie. And what's your name? I am Zizo. Nice to meet you, Zizo. يوه يا اولاد ابوكم شكله مره خرب، يلا يلا خلونا نمشي، ايش هذا قاعد يخربط من اول؟ انك السبب، ما نعرف هذا المكان اصله من فصله، ولو كان ما جينا معاكي ما كان صار معانا هذا كله، يلا يلا بسرعه رجعي بابا لعقله، رجعي لطبيعته، ملابس وحركات غريبه وكل شيء غريب، بابا من يوم ما عرفك صار غريب اصلا. بس خلاص ازعجتوني ترى، خلاص ابوكم دحين راح يرجع، اصلا ما شرب كثير، اهو بدا يصحصح من دحين، يلا يلا بسرعه خلونا نروح.
ما عرفناكي. عيلتنا تشتتت وبابا صار غريب وصارت تصرفاته كلها غريبة وأشياء يسويها غريبة ما تليق بعمره أبدا. من يوم ما أنت دخلتي حياتنا كل حياتنا اتدمرت واتخربت. بس خلاص يا مازن، أقول خلاص أنت بس أهجد، مالك صلاح، أنا موافق الشيء اللي قاعد تسويه لي. هو آه حبيبي، هنا شوف في محل والله صالون هنا مرة خطير، تعال يلا خلينا نقص شعرك. أوكي يلا أنا موافق، يلا خلينا نروح نسوي قصات حلوة. يلا يا مازن، أنا راح أجلس هنا على بال ما تخلصوا. أوكي لا تتحركي من هذا المكان يا زيزو، فاهمة؟ دحين نحن نقص ونجي، ولا أقول بدخل معاكم. خلاص بس أجلسي هنا، أصلا إيش تجي تسوي؟ How can I help you? I want to make a haircut. Okay, wait a minute. Two thousand years later. ها بسم الله، أنا ما أعرفكم أبدا، ما أعرفكم. إيش هذه القصات الغريبة؟ والله يويلكم من ماما. إيش هذه القصة يا مازن؟ مرة مو حلوة، بشعة. بابا أنت صلعة، من فين طلع لك شعر يا بابا؟ قل لي إيش هذا الشعر اللي طلع لك؟ زيزو اسكتي ولا تكتري، أنا عاجبني شكلي، هذا شعر تركيب ما هو حقيقي، بعدين راح أطلعه. بس إيش رأيك في الشكل؟ حسيت نفسي صرت صغير. لا لا يا بابا، مرة شكلك سيء، أقول شيل القصة هذه، مرة ما هي حلوة. وأنا يا زيزو شكلي حلو صح؟ القصة لايقت لي لأني أنا شاب صغير. كلكم أشكالكم بشعة، والله خدعتكم هذه ريما. ريما تبغاكم تصيروا أبشع ناس في الحياة، صدقوني.